خمس مزيغين. الله كبر الله كبر، كل مزيغ انتي ساتينين. الله كبر الله كبر الله كبر، الناس طلبنا ثم حضارين نتوفيان. الله كبر الله كبر، ظلم الظريم يا خوسيف. الله كبر الله كبر الله كبر، حسيفني موريكي وين خيرت مدفور. الله كبر إن توم غار لخي واسف تمسكيدا نحاشا نزار. مخمتي قران أغوتي جلان، مشرط ساميت مزيغين أقشى بيضلان. يوفا كتبر نيخم تقبر، ولا تدر تغور ليني كلاني غمان. نتاعشي دواش وزيني غراش، راخ نقانا رتبينا قاينو فيان. نقرى الجد تينو نتقى جاتي كدر غويتك بيزنا مطلاخ. مطلاي تربت رجمت تمغرت، عقبة نسلو كاني سلور نجيتا قمت. واري خانصور سيدي رانصور، دل عشا ولتي وسيمي حنا ري خانصور. نيويد البخور ناقو خلبحور، اسيفني موريكي وين اخيرات نضفور. الله كبر الله كبر، كل مزيغ انتي ساتينين. الله كبر الله كبر الله كبر، الناس طلبنا ثم حضارين نتوفيان. الله كبر الله كبر، زولي ونصار يا خواتي. فالله كبر الله كبر الله كبر، اسيفني موريكي وين اخيرات نضفور. وهي وهي وقلمبا ما سنتي ويت سنزوق يا كراكي سطاي. ايوا قرقز تسلم تبات، اكير تتقات لي مازيغنا نشرفات كان. ابقي وفقان نور نسلم ادران، وسول السيماني سداني سجن تدران. تودرتي مزان نتوز كي فيرغان، يفتاري مكي غي تستا ما غويتي جلان. ايكيطاني حبان نتي وتميني غلان، وهو يوريك ختم يوريني مازيغنا الزمان. ايدو كاني كلان نتوم الحافي غمان، تمازيغ طافي مسيت نسطا في قران. اوالي قران نور جنتي زمان، سود نخاونا اي مازيغني مالي بوغلان. ايكي غوش بار ارنسي بقران، وانا كاني زمور صرفو ضليم يا ريقنان. ليلى لا ليلى لي ليلى اسيفني موريكي وين اخيرات نضفور. الله كبر الله كبر، كل مزيغ انتي ساتينين. الله كبر الله كبر الله كبر، الناس طلبنا ثم حضارين نتوفيان. الله كبر الله كبر، ظلم نصار يا بويا خوتي. فالله كبر الله كبر الله كبر، اسيفني موريكي وين اخيرات نضفور. ازول في الاول، السلام عليكم. معكم كيوم رشيد الراخة، أمغار نقرا ومظلان أمازيغ. رشيد الراخة رئيس التجمع العالمي الأمازيغي. في هاد آخر شهر يناير كيتقاضوا احتفالات السنة الأمازيغية، وبهذه المناسبة ديال السنة الأمازيغية 1970 كنهنيكم جميعا. أسقواس أمينو، أسقواس إغودان، أسقواس أمكاز، وإن شاء الله تدخل علينا بالخير وبالإسبوار. في هاد الشهر من كامل البرسك المازيغان حقا، وأيوز عليهم، كنشكرهم زعما بزاف على هاد الاحتفالات اللي داروا ديال السنه الامازيغيه. واخا الدوله المغربيه ما بغاش تعترف به، واحتفلوا في جميع المناطق، لا من الشمال الى الجنوب، من الغرب الى الشرق، وحتى الدياسبورا ديال المازيغان لف في اوروبا، في امريكان، وحتى هذا العام احتفلوا حتى في روسيا في موسكو. وحقا حتى المازيغان الاخوان ديالنا اللي في الدول شمال افريقيا ديال تمازغه،
بحال في تونس، الجزائر بعد حفله رسميه احتفلوا به لا الرسميين لا الشعب الجزائري باكمله، لا الاخواننا امازيغ في ليبيا في منطقه توارق موريتانيا وحتى مصر والجزر كاناريس. من بعد هذه الاحتفالات بهذا نقولوا بحال نهوض من جديد ثقافي ديالي مازيغا. لحق كان واحد نقولوا المناخ سيء كان كيتعطى بهذه الازمه حقا اللي كيدوز بها المغرب، ازمه اقتصاديه كبيره وكتجلى بزاف في لي ريزو سوسيو اكثر فيسبوك، بان الناس زعما غير مرتاحين، كيجبدوا غير حوايج حقا خروقات، وخروقات كاينين حقا تدهور الحاله الاقتصاديه الاجتماعيه، وخروقات في حقوق الانسان اللي ما كتحترمهاش السلطات المغربيه. كان واحد الحاله زعما ما كيفرحش، ولكن هذه الاحتفالات جماعيه ديال الامازيغن كيعطي سوغ لو بلون بسيكولوجيك عنده واحد الدور كبير، بحال كنقولوا بالفرنسيه ديفولمون كوليكتيف، الواحد كينسى شويه هاد المشاكل. وحقا الامازيغن احتفلوا واخا كانت خطر يكون الحرب العالميه الثالثه اللي كنقولوا امريكان قتل واحد جنرال كبير ديال ايران، ولا هذيك تركيا اللي بغات صافي كتدخل في الدوله ليبيا وكتصفت ليها الناس ديال داعش اللي كانت عندها في سوريا وفي العراق. ولكن المازيغن قبطوا في التقاليد ديالهم، قبطوا في التاريخ ديالهم، قبطوا في الأمزرية ديالهم، وداروا احتفالات اللي كنحتفلوا بها كتعرفوها كاملين، هذيك المعركه ديال الامازيغن ضد الفراعنه في 1950 سنه قبل الميلاديه. دابا اللي بغيت نقول الامازيغن في مازيغن ديال المغرب، من بعد هذه الاحتفالات هاد النهضه الثقافيه ماشي عاود نستناو حتى يجي عام من بعد عاد نوضو عاود نبقاو نغوتو على الحقوق ديالنا على القضيه الامازيغيه ونخليو الساحه خاويه. في هذا الاطار فكرت بان غادي ندير بعدا واحد الحلقات على العلاقه نقولوا بين الامازيغن والسياسه، الامازيغن والسياسه، وغادي نمشيو حلقات حلقات. هذه الاولى كان سميتها الوجود السياسي، نقول لكم علاش الوجود السياسي، وبها غادي تفهموا اللي تبعتوني في هذه المحاضره. كاين واحد الحاجه كان ديما الاستاذ ديالي الانثروبولوجي الامريكي الكبير دافيد مونتغوميري هارت كنقول ليه راه الامازيغن في التاريخ ديالهم سون دو تري بون غيري مي دو موفي بوليتيسيان، زعما كمحاربين ما كاينش احسن منهم. كانت ميم واحد المقوله ويمكن تكون بصح واخا سمعناها كان كيقولها نقولوا مع الاسف واخا نيجاتيف نجبدوها، هتلر كان كيقولها لفرانكو، كيقول ليه لو كان معايا هذوك الامازيغن ديال الريف اللي حاربوا معاك كون ما غاديش يحبوني زعما الامريكان انجلترا وفرنسا في الحرب العالميه الثانيه. وحقا الامازيغن فوق كياخذوا السلاح، وقعت في الحرب دري في الحرب الاهليه ديال اسبانيا، وشاركوا مغاربه كزعما محاربين في الحرب العالميه الاولى الثانيه، وكانوا مع الجيوش الكولونياليه اللي كانوا استعمروا ماشي غير المغرب سينو الجزائر حتى الدول في اسيا بحال فيتنام لاندوشين كاع هذيك القاره.
وبانت بان حقا امازيغا زعما كيعرفوا يديروا الحرب كيعرفوا يديروا وحق العود على هاد الميزه دو تري بون غيركير دخلوا باش يخلقوا الجيش التحرير اللي جابت الاستقلال ديال البلاد ديال المغرب. وفي الجزائر حتى هي ناضوا امازيغ ديال القبائل دخلوا زعما بالجهد حتى هما دافعوا باش يجيبوا الاستقلال ديال الجزائر. اللي بغيت نقول ولكن مع الاسف السياسه ما عارفينها. في السياسة كانت واحد المحاضرة درتها في نوفمبر ديال السنة ماشي هذه الماضية اللي قبل 2018 كنا في تونس وحدا التمثال ديال ابن خلدون قلت بأن المازيغ ما كيعجبش اللي يحكم عليهم شي واحد أمازيغ دياولو ديما الأمازيغ كيدابز كيضرب كيكريتيكي كيدير هذاك اللي قريب ليه وكينسى لي زادفيرسير ولا كاع اعداء ديالو اللي كيديروا حروب نقولوا رمزيه كيقتلوا اللغه ديالو كيتمسوا التاريخ وكيدير التحريف ديال التاريخ ديالو وما كيعطيوش الاعتبار المساهمه ديالو في الاقتصاد الوطني ديال بلاد ديالو. وكان غير واحد باش نعطيوها لكم غير في هذا الصراع اللي كاين بين نقولوا بي جي دي والاحرار البنكيران دار واحد فيديو كيقول على واحد الامازيغي اللي رجل اعمال نجح في الحياه ديالو في التجاره اللي هو عزيز اخنوش وعاود نجح في واحد النجاح رجع هو اكبر رجل نقولوا غني كاع في المغرب بهذاك النجاح في التجاره ديالو. قال له هذا السيد المؤدب ما خصوش يدير السياسه قالها بطيطي بحال نفهموا من كلام ديال بنكيران بان السياسه خص نخليوها غير الناس اللي هما سامحوني هاد الكلمه كعجبنيش نقولها ديال الناس سبوت الناس منافقين الناس اللي كيكذبوا الناس اللي فيهم الحيله الناس اللي ما كيعجبليهمش المعقول. وهذا الشيء كيدخل وكنجبروا حقا في امازيغ الحق لو فيت كيعجب لهم المعقول في كل شيء لا في التجاره ولا في المعاملات مع الناس وهذاك الشيء كيكونوا شويه مهمشين في السياسه وكنجبروا بزاف. نعطي واحد المثل بسيط ولكن عاد غادي نجبد في واحد الحلقه العلاقه ديال امازيغ والاحزاب السياسيه ديال في المغرب بحال حزب الاستقلال كيفتخر بان كيقول لك اكثر من 60% ديال المناضلين ديالهم هم امازيغ زعما امازيغ اللي كيهضروا الامازيغيه راه هما الاغلبيه الساحقه ديالهم من اصول امازيغيه غير شي تعربوا ملي مشاو شي جدد ديالهم الاندلس ورجعوا معرفين كيحسبوا ليهم بل هما امازيغ ما ندخلش في هذا لي ديتاي ديال التاريخ. ولكن كتجبر بان حزب الاستقلال ديما كيضرب حزب محافظ حزب اللي دار جرائم ضد الانسانيه خصنا نقولوها ما نقبعوش منها اللي ديال 58 59 لحق الحكومه كانت في يدهم وصفتوا العسكر للريف باش يديروا هذيك لا ريبريسيون زعما سونغلونت ديال هذيك الاحداث مع الاسف قاسحه ودمويه في الريف. وديما كانوا ضد عوض الاعتراف باللغه الامازيغيه لا في الدستور لا وكان دير ديكلاراسيون ديالهم وعاود هما السبب لا الناس ديال حزب الاستقلال ولا خرج من حزب الاستقلال بحال نقولوا واحد النخبه اللي اسست الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه من بعد رجعت الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه اللي هما اللي جسدوا هاد السياسه ديال التعريب. التعريب هو ايديولوجي للهدف ديالو ماشي زعما النهوض باللغه العربيه ولا بالثقافه العربيه ولا لا هو قتل
اللهجات وكيقولوها تاي تاي على الفاسيب كيقولها كيكتبها مكتوب، وهذا الشيء غادي نجيبها لكم في الحلقه الجايه. فوق غادي نهضر على القوميه الامازيغيه لعبيد الجبيري حتى هو اللي هو اكبر مفكر ديالهم، بان الهدف ديالهم خص هذه اللغه الامازيغيه ولا الثقافه ولا الحضاره الامازيغيه ما تكونش، ومع واللي هو غير زعما منطقي، بان الاغلبيه ديال المناضلين ديالهم هم الامازيغ. دابا هنا بغيت نرجع لكم، دابا هاد المشاكل اللي كنتراكموا كنقولوا في المغرب كل مره فيه ازمه كتجيب الازمه ازمه ازمه طال، وسورتو في الحكم، وفي هذا الحكم زيدوا كيعطي واحد النخبه اللي كتحكم فاسده وكل مره اكثر فاكثر. دابا الواحد اذا اخذ الجرائد يوميه غير يقرا فيهم كيزور غير بونو قضايا زعما ما نقولوش مستمره وما كتكملش ديال الفساد ان بو باكو. هذا الشيء حقا يكون، علاش؟ لحق هذوك اللي دفعوا على الاستقلال ديال المغرب، اللي ضحوا بالدم ديالهم وخدوا السلاح باش يجريوا على الاستعمار، ماشي هما اللي خدوا الحكم من بعد ديالو. وحتى لهذوك الاحداث باش تعرفوهم ديال 859 اللي كان محمد عبد الكريم الخطابي موراهم الفولودير، وكان كيقولها ماشي معقول بان الروافه ينخرطوا في الجيش التحرير يجيبوا الاستقلال وما داروا الحكومه الاولين ديال المغرب المستقل ما فيش كاع امازيغين ديال منطقه الريف. وهذاك التهميش خطير لواحد الجهه كبيره ديال المغرب اللي جعل وصلت لهذوك الاحداث الدمويه. هي هذه هي الغريبه في المغرب، بان في الدول الافريقيه في الخمسينيات والاكثر اغلبيه ديالها في الستينيات كاع اللي خدوا السلاح واجهوا الاستعمار الفرنسي بلا كير دي كرياس ولا خدوا لي كلاشنيكوف ولا هذاك الشيء وصلوا حكموا بلادهم، باستثناء حنايا لا، حنايا كانت الحكم خدوه كتعرفوه كاملين واحد النخبه حقا دات ليه تكوين الاستعمار الفرنسي في المدن بالمدارس ديالها قراتهم من فرنسا، ومازال مستمر هذاك الحكم، وكنبقاو ديما امازيغا مهمشين وواتيل بوان في الاحزاب السياسيه. انا كنقولها كيستعملوهم ك مرتزقه ديال السياسه. وغادي تجي في الحلقه الثالثه نجبدوا هذا الموضوع ديال هي هنا اللي جعل بان حتى امازيغ كيف كنقول ما كانش عندهم شي نخبه تخرجات مع الاستعمار. عندنا ليكزومبل بحال في الريف الاسبانيول ما خلى حد يقرا، ولكن في الجهه الفرنكوفونيه زعما الاستعمار الفرنسي اللي كانت في الجبال الاطلس ولا لوهوت اطلس ولا فسوس حقا كانت دارت شي مدارس كنسموهم فرانكو بربر، خرجت منهم واحد النخبه، ولكن هذيك النخبه دارتها بحال نقولوا لا ستراتيفيكاسيون دو ترافاي بحال سبيسياليزاسيون، بان خرجت منهم الاغلبيه يمشيو الجيش ولا اغلبيه اخرى باش يديروا الفلاحه ولا يهاجروا لفرنسا متهدمات ما بعد الحرب العالميه الثانيه يبنيو البنايات ديالها
حتى البنايه التحتيه ديال فرنسا، وكان خصها اليد العامله للشركات ديالها كبار بحال رونو سيتروين وهذاك الشيء، وكانت كتخدم اليد العامله اللي كتفورمي هنا في الجبال، نقولوا بحال الكوليج دازرو هو الميور اكزومبل اللي كاين باش ايمازيغن كيد العامله خصهم يخدموا. وفي المدن الكبرى امبيريال كدير النخبه اللي غادي يحكم اللي خد الحكم من بعد ديالو. وهنا بقينا ايمازيغن حقا مع التهميش مع الهجره، وما ما فكرناش بالمنظور زعما امازيغي يخرطوا زعما نقولوا في السياسه، كانوا كيخرطوا بواحد الاحزاب اللي قلت لكم الاغلبيه الصحيحه خرجوا من هذا الحزب الاستقلال اللي كانت في الوقت ديال الاستعمار بلون داكسيون ماروكان، هو عندها ايديولوجيه ديال الشرق الاوسط، ايديولوجيه القوميه العربيه ما دخلوش فيه. ولكن فين بغيت نوصل بان هادشي ديال الامازيغن مين ما كيدخلوش في السياسه سمحوا فيها، وهما الاغلب السكان ولا المواطنين والمواطنات ديال هاد البلاد، فوق كيجيو الانتخابات ما كيشاركوش ما كيصوتوش ما كيمشيوش يديروا لحق. هذوك الاحزاب حقا عندهم واحد الايديولوجيه مستورده ما جاياش مع الافكار ديالهم ولا ما مسجماش مع التاريخ ديالهم، وما كتحلش ليهم المشاكل اللي كيعيشوا يوميا في المناطق المهمشه النائيه ديالهم، وهذاك الشيء اللي جعلهم ما كينخرطوش في العمل السياسي. وهنا نعطيكم غير سامبل بسيط هنا فين كنرجعوا بان هذه الانتخابات الاخيره واحد ولا لا، بان عندكم غير واحد شي 5 مليون اللي مشاو صوتوا على 20 مليون اللي عنده الحق يصوت. هي كتعطي لينا بان واحد 5 مليون ديال الناس اللي صوتوا هما اللي داروا حكومه، هما اللي كيتحكموا في المصير ديال 35 مليون نسمه ولا اكثر ديال الساكنه ديال المغرب، والاغلبيه الساحقه ديالهم هما امازيغ. كان واحد المثال نعطيها لكم اخر جد مهم، كان داروه فيديو ديالو الصحفي الكبير عبد الرحيم اريري في 20 مارس 2018، كيقول لك بحال العمده ديال الدار البيضاء اللي هو عبد العزيز العمري ديال العداله والتنميه، قال لك صوتوا عليه غير واحد 27,830 صوت، 27,000 اللي صوتوا عليه، ولكن هاد العمده كيتحكم في واحد المدينه في المصير ديال 4 المليون، الا ما نقولوش 5 المليون ديال السكان ديال الدار البيضاء، وكيتحكم في واحد الميزانيه لي اكثر من 400 مليار سنتيم. علاش خلاه واحد السيد صوتوا عليه واحد اقليه اكثر كيتحكم؟ لحق الاغلبيه الساحقه ما مشاتش تصوت سي سام. وهنا فين كنجبروا بان هاد السياسات ديال العداله والتنميه مع الاسف اللي جابوا تجربه ديال البي جي دي ديال تركيا وكيديروا السياسه ديالهم، هما كتجي لهم من الجبات والناس، وحقا من هذيك السياسه مي فتحنا لهم المجال وصلوا الحكم بان الناس ديالهم يدخلوا في الوزارات في الادارات في دابا عندهم واحد الشبكه ديال الجمعيات الشبكه زعما لا يتصور فين وصلوا. وجابوا لنا حقا لحق عندهم العلاقه جيده مع تركيا بان فتحوا لها البيبان ودخلت السلعه ديالها لا يتصور، بدات كتقتل الاقتصاد ديال المغرب، وبدات الشباب ديال المغرب ما كيلقاش باش يخدم،
وباش يخدم كيجبر غير هذاك الشيء زعما اما يحرق ولا ينادي دافع على الحقوق ديال الشغل وكيهبطوا عليه عاود بالتهم نقولوا ديال الانفصال بحال اللي وقع مع الحراك الريف في الشمال وفين الشباب كانوا كينافروا غير على الشغل على البنيه التحتيه جبروا روسهم محكومين عليهم 20 سنه وهذه الازمه مازال مستمره لحق هذيك السلعه ديال بحال النسيج ما عرفتش اللي كيجيو كاع واشنو كيفابريكي المغرب في الدار البيضاء ولا في جميع المناطق كيجيبوه من تركيا بارخص ثمن وكيقتل وكتجيب هاد لاكلت وهي كتجي ليها مزيانه لحق علاش؟ لحق بهذيك مليون ونصف اللي عندها مضمونه ديال الاصوات شحال من الناس كعاو من السياسة ما يمشيوش يصوتوا جدات والناس ويمكن يوصلوا لا على حساب هاد الحساب اللي كاين دابا هما وبراسهم كيقولوا وعندهم الثقة في روسهم بأن الانتخابات الجايين ديال 2020 ولا 2021 راه الحكومة غادي تكون في يدهم وحقا إذا وصلوا عاود في الحكومة يدهم غادي يوقع بحال في تركيا بأن الاقتصاد كان ماشي مزيان أمي خدوا الحكم زعما بوغ لا تروازيام فوا لمره ثالثه اجا انا شفتو اردوغان دار الانقلاب على راسو طحن العسكر كامل دار الديكتاتوريه اللي بغا والاقتصاد ديالو مما الاقتصاد سامحني ديال تركيا قتلو ما كيمشيش مزيان كيدخل في الحروب ضد الاكراد ديالو اللي عنده بعدا ديالو ماشي ديالو ديال تركيا هما حرين اللي كاين في تركيا ولا الاكراد اللي كاين كاع في واحد دوله اخرى وكيدوز الحدود ديالها ما في خبالوشطال اللي ديال سوريا ودابا راه كيصيفط لينا العسكر ديالو وهذوك الناس ديال داعش المنطقه ديال تمزغه شمال افريقيا كيبدا بليبيا اللي بغيت نقول لكم الاخوان بان نرجعوا عند امازيغن حقا حنا امازيغن مولفين وبحال نقاطعوا الانتخابات اكثر امي ظهرت واحد النخبه وصلت عندها دراسات جامعية وكانت نشيطة ومازال نشيطة وكتنشط أكثر في الجامعات وكتأثر حقا في القبائل ديالهم وفي الدوار ديالهم ومولفين نديروا المقاطعة غير يجيو الانتخابات غادي نبقاو كيخرجوا البيانات من بينهم حتى حنايا على حسب التنظيمات ديالنا كنديروا المقاطعه في هاد الانتخابات الاخيره ديال 2016 جبنا هاد الصندوق في واحد القريه ما صوت فيه حتى شي واحد لحق استجب لهذاك البيانات ولهذاك النداءات ديالنا بان هاد الانتخابات كنقولوا هما زعما مزورين طال ما داروا والو الامازيغيه وما خصناش نصوتوا ما كنصوتوش كيجي بيجي كيف قلت لكم بالاقليه لا يتصور كيبقى كيحكم وحقا حنايا بهاد السياسه ديما كنقاطعوا طلعنا في واحد الوقيته عباس الفاسي من 2007 حتى 2011 وغوتنا بقينا كندابزو معاه غير باش يخرج التلفازه الامازيغيه ويخرج الميزانيه ديالو والو حتى مشينا ك زعما القصر الملكي الملك براسو اون بيرسون باش يستجيب لهاد المطلب ديال التلفازه الامازيغيه لحق الايديولوجيه ديالو ما غاديش تخليه وبهذاك الشيء اللي طلبنا حنايا المقاطعه كان هما عندهم الاغلبيه داروا الحكومه حقا ما يقولكش من بعد هادشي ديال التلفازه اللي قلت لكم ومن بعد عاود جات الانتخابات ديال 2011 مشينا في سيروره وحده جمعيات فين ما كاع المناطق ولا الكونفدراليات ولا كيقول لك المقاطعه ما المقاطعه وفي الاخر
طلعنا كرئيس الحكومه اكبر عضو ديال الامازيغيه اللي هو مع الاسف سامحوني ديال عبد الاله بن كيران اللي كان دار لنا واحد الحرب على غير الحرف ديال تيفينا لا 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 يتصور، وحقا في الحكومه ديالو بحال حلف عليها لحق ما كتمشيش على حسب القناعات الايديولوجيه ديال الاسلام السياسي ديالو من 2011 حتى 2017 ما بغاش يخرج كاع القوانين التنظيميه ديال اللغه الامازيغيه ولا ديال مجلس اللغه. ومن بعد هكا حتى دازت واخا مع ديزاليا وفرحنا زعما امازيغا واخا عاود في 2000 درنا المقاطعه ديال الانتخابات وخف طلع عاود البي جي دي كيف عطيت لكم هذا الارقام بمليون ونصف ديال الاصوات على 20 مليون وطلع الدكتور سعدي العثماني وجات منه المبادره طلب منا لقاء كبعض الممثلين ديال الحركه الامازيغيه ومشينا دينا ليه الملفات زعما في القضيه ديال الامازيغيه وما دار حتى شي حاجه في هذوك الملفات. هاد التعليم ديال الامازيغيه اللي كان خص يتعمم والو كيضحكوا علينا بان على 15000 بوست ديال الاساتذه داروا غير 180 ديال اللغه الامازيغيه زعما هادشي لا يعقل. ودابا الهدف ديالهم كبير بان هذاك المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه اللي انشا الملك فبغاو يطمسوه ما يكونش كاع في المجلس الوطني ديال اللغات. وزيد عليها امي كان زعما الدكتور سعد الدين العثماني امي كان وزير الخارجيه في حكومه بن كيران قبل كان كيقول لك خصنا نبدلوا هذا المصطلح ديال المغرب العربي ودافع عليه في واحد الوقيته لحق مصطلح يتناقض مع الدستور لحق تمييزه. ها هو رئيس الحكومه ناض واحد المره النائب البرلماني عبد الله غازي باش يطلب هاد زعما تكون مناسبه هذيك الوكاله المغرب العربي على حسب الدستور ناضوا ضده الحكومه ديالو. دابا وشنو بغيت نفهمكم في هاد الحلقه اللي هو الوجود السياسي. حنا يا مزيغا فينا واحد خصوصيه قديمه كيعجب لينا نديرو الانتقادات وكثر هذوك ديالنا بحال كنقول هذا ديكارت شكرا اللي قال جو بونس جيكزيست عندي امازيغا جو كريتيك جيكزيست. دابا هنا فين بغيت نوصل لكم اذا واحد ما تسجلش في اللوائح الانتخابيه باش يشارك في الانتخابات انا ما كاينش. حتى حنايا بزاف بينا كنقولوا المقاطعه وفوق كتجي الحكومه بحال حنايا كتنظيم التجمع العالمي الامازيغي براسو هذه 3 سنين كنطلبوا الحكومه ديروا الميزانيه زعما بينهم باللغه الامازيغيه وكثر ميخرج القانون التنظيمي ديال اللغه الامازيغيه وصلنا الرسائل درنا اللقاءات مع الاحزاب لا في الغرفه الاولى لا الثانيه ها خرجوا الميزانيه ما فيهاش لا فرانك في الصندوق ديال الامازيغيه اللي قالوا انا عمر ما شفت شي دوله كدير شي صندوق على شي قضيه وما فيه لا فرانك. وعلاش؟ وهنا كاين واحد التناقض ديالنا حنايا اللي كنطلبوا المقاطعه وكنجيو كنطلبوا لهادو ديروا طار. دابا هنا فين كاين كنقول بان هاد الاستراتيجيه اللي كتجي لينا سهله زعما مولفه نقاطعوا صافي هذاك الشيء كنقولوا عليه المخزن راه الانتخابات مزورين
ولكن سامحني مصورين هل بي جي دي تابعهم كيحسب الاصوات ديالو هنا 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 هنا، هو ما كيستعملش المال. كان نقولوا بزاف كاين محللين كيتجروا في الدين ولا طال، ولكن الناس صوتوا عليهم حسبوهم وجابوا الحكومه. لي بغيت نقول هذيك السياسه نقاطعنا قاطعوا، ما اذا قاطعنا كنخرجوا على روسنا، كنخرجوا بان عنده الحق الحكومه ديال سعد الدين العثماني، واذا بقى يطحن هذاك ليركاد يسد هذيك التلفازه الامازيغيه، اي هذوك لي زيكول ديال اللغه الامازيغيه يرجعوا كاع ديال التعريب الايديولوجي اكثر اللي ما نجحتش ليه، وهذاك التعليم الاولي اللي بغاو يقتلوا بها اللغه الامازيغيه الدراري الصغار كيخرجوا من الديور ديالهم يديروا هذا لحق. عطينا لهم كارت بلانش، عطينا لهم وينات لو فيت بان كمواطنين ما مشيناش نسجلوا في اللوائح باش ناثروا في الانتخابات. ونقول لكم دابا هذه هي الفكره اللي بغيت نقول لكم الاخوان، غادي تجي في المرحله اخرى باش نقول لكم بان باش نفهموا السياسه ديال المغرب، راه ما كاينش طبقات سوسيال، كاين قبائل سياسيه، ماشي بحال في واحد الوقيته كانوا قبائل على حسب التريتوار ولا على حسب النسب ولا لا. وهذا جون واتربوري كيفهمها مزيان، وهذا الكتاب اللي دار في السبعينيات عاد صالح في هذا الوقت لينا. وشنو كاين دابا في واحد الوقيته باش نجيبوا الاستقلال، كان الجيل ديال الوالدين ديالنا كيخوضوا لي كلاشنيكوف باش يجيبوا واحد المطلب والشروع ديالهم ديال الاستقلال. دابا راه ما خصناش نستعملوا الاسلحه ولا نستعملوا الدم، ولا راه اللي كيستعمل الاسلحه كيجيب غير شي ديكتاتوريه ولا شي اطار تيوكراتيك، شي اطار غير لحق فيه وقع فيه الدم اللي وقع في الجزائر. هذا الشعب الجزائري عام كيديروا المظاهرات سلميه باش يوصلوا للديمقراطيه مع اللي جينيرو والو، لي جينيرو لحق استعملوا هذاك السلاح كيقول لك عندهم هذيك لا ليجيتيميتي ديال نقولوا ديال الحرب ولا ديال دو فو كيف كانوا نقولوا، وكيديروا الرئيس اللي بغاو ولا لا، وكيبدلوا فيهم وكيزوروا الانتخابات بطايطي وماشي، وهذا الشيء غير معقول. دابا فين ما في العالم بان الديمقراطيه الناس كيدافعوا عليها سلميا، وحنا يا مغاربه دافعنا خرجنا سلميا في 20 فبراير 2011 وجبنا واحد المطلب كبير هو بعد التعديل ديال الدستور، واخا ماشي هذاك الدستور اللي بغينا كامل يكون ديمقراطي اللي يفصل الدين عن السياسه اللي تكون فيه نقولوا لانديبوندونس دو لا جوستيس والمساواه بين المواطنين، واخا بهذاك النضال السلمي وصلنا لواحد النتيجه. ودابا احسن وسيله في هذا الوقيته يخص الواحد دابا بقى شهر واحد باش التسجيل ديال اللوائح في هذه الانتخابات الجماعيه، وهذيك الجماعيه راه هذوك اللي كيهمونا بزاف، اللي عندهم العلاقه مع المواطنين في القرى ديالهم في الدوار ديالهم ولا في المدينه ديالهم ولا هذا هو سي اون ارم، هذه سلاح لو بولتان دو فوت. الواحد اذا مقتنع بالفوت ديالو وما ما يبيعوش لحق الاغلبيه الساحقه دابا في هذه الساعه، غير كنشوفوا الجرائد وكنلقاو غير رؤساء ديال الجماعات واحلين في الفساد، الوزير الداخليه بغى يحيدهم وطال هنا هنا هنا. علاش لحقني ما كنمشيوش نصوتوا كينوضوا هذوك اللي كيديروا التجاره بالدين كيطلعوا، ولا اللي كيديروا التجاره ديال المافيا ولا ديال الحشيش ولا تا كيشري الاصوات وكيقبط هذوك المجالس. شي واحد نقول لكم كاع كيقبط المجلس وكيمشي لك لاوروبا عنده الشغل ديالو ويناه ما داهاش كاع في السكينه، وعندو الحق. علاش لحق هذوك الاصوات باش يطلع الرئيس ديال هذيك البلديه شراهم، دار انفستيسمون
وفهذاك الانفستيسمون كيقول لك المواطن ما عنديش نديرهم بهذاك الشيء باش نهرسوا هذا الفساد ديال الانتخابيه. خاص المواطن خاص مزيغا في مزيغا بالاخص يمشيو يتسجلوا في اللوائح الانتخابيه وفوق يتسجلوا بكثافه عاد تشوفوا الاحزاب السياسيه كيف يبقاو يجريوا عندهم عند هاد المواطنين. اي ولا لا؟ اذا الواحد والو جالس ما كيديرش طال ايوا غادي نبقاو ديما مع هاد الحكومات اللي كيجيو كل مره مره وكيقتلوا فينا بشويه بشويه وكيمحيوا الهويه ديال هاد البلاد وكيخليو لينا الشباب ديالنا باش يلقاو الخدمه و لي زوبورتونيتي يعيش في بلادو في اطمئنانية. كيفكر يحرق ياخذ لي باطون يمشي للضفة الاخرى. الاخوان الكلمة دابا تفتحات باقي هذا الشهر اللي يتسجل دابا اي مزيغن في مزيغن جا الوقت حتى حنايا اي مازيغن كاملين ندخلوا في السياسه ونأثروا في المسار السياسي ديال هاد البلاد ونساهموا في التغيير من اجل دوله اكثر نو دوله ديمقراطيه باش نمشيو لقدام كيف الدول اللي كاين غير في الضفه الاخرى ديال البحر الابيض المتوسط. La carte électorale, c'est une arme, c'est une IA, ou à laquelle Khatera, ou à la Boud, il a pris ton kuno, ou à Jdin, si Yassien, l'ouahed, il se tkoun ando, l'achkab, hadek sout dialo, ou à Ifar bi, ou le kadro, il a kif kan goulo, il a PGD, million ou nisf, يمكن هاد الانتخابات يجيبوا كاع جوج ديال البليون. اذا غير 3 مليون ديال الامازيغن مقتنعين خادو طن يبدلوا الخريطه السياسيه ديال هاد البلاد. اسماء اسماء ازول في اللاون في ذهب في مازيغ في ذهب في فموار في مياكوش في ذلك في تبسم.